فكان ما تقول المنافسه اكثر من ممتازه، لكن يعني توفيق من الله. خالد حبش، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك الف عافيه. اذا سهيل، ميدالية فضية لخالد حبش في رمي الجلة، وقال انه انتظر ذهبية، لكن تلك هي الرياضة، يعني التنافس من اجل التتويج، وجميل وجميل جدا ان يتحصل على الذهب، لكن الفضة ايضا ميدالية تضاف لقطر من هنا من استاد خليفة. شكرا لك نبيل. نعم هيكل، شكرا. ذهبية في 1500 متر تنضاف لقطر، ومعي محمد سليمان البطل القطري السابق، وهو أمين سر المساعد بالاتحاد القطري للألعاب القوى. يعني مبروك هذه الميدالية الذهبية. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نادي هاي الميداليه القاليه الى مقام سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى، والى سيدي سمو ولي عهد الامين، والى الشعب القطري والمحبين العاب القوى القطريه بهذا الانجاز، بهاي الميداليه. بصراحه يعني ميداليه قاليه بالنسبه لنا. محمد سليمان بطل قطري سابق، شكرا جزيلا لك. شكرا محمد. اذا تتويجات تتواصل لقطر، نعود لهيكل. شكرا لك نبيل. كما تكهن الكابتن وحيد منذ يوم امس وقال لك ان الذهبيه ستكون لقطر، وقال هنا في الاستوديو بالنسبه لسباق 800 متر نبيل، ما هي المعطيات؟ نعم. خاصه انه شاهدنا عبد الرحمن سليمان قام بحركه تكتيكيه خاطئه جدا، نرجع عليها بعد لحظات في الاستوديو، لربما اراد ان يتصدر السباق من البدايه ولكنه لم يجد في النهايه الامكانيات البدنيه اللازمه. هل لك المعطيات؟ لماذا يعني هذا الخطا التكتيكي الكبير منذ بدايه السباق؟ يعني هيكل، احمد سليمان كان مرشح مع البحريني كمال يوسف، هو يعني كمال يوسف سحب رقم اسيوي، هو سحب الرقم القياسي، يعني احمد سليمان اراد ان يتصدر السباق منذ البدايه، وخطا تكتيكي في الحقيقه، لانه البحريني كمال يوسف يعني معروف مستوى عالمي، ولمنافسه هذا البطل العالمي لابد يعني من تكتيك افضل، خاصه انه في الامتار الاخيره كمال يوسف معروف بالسرعه الكبيره والخروج على جميع المتسابقين للدخول في خط الوصول، يعني في المرتبه الاولى. شكرا 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 نبيل العلاوي. المنتخب القطري الذي ترشح للنهائيات عن المجموعه السادسه بسهوله ينتظر المهمه الاصعب بعد القرعه، ولكن الاستعدادات لهذه التظاهرات الرياضية الكبرى تأخذ بعين الاعتبار وعلى حد سواء المنتخبات القوية العنيدة وأخرى سهلة في المتناول. منتخب الإمارات تأهل بدوره بسهولة بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية في المجموعات الثالثة ليضمن مقعدا في النهائيات، وإلى جانبه منتخب عمان. أما المنتخب السعودي فتأهل عن المجموعة الأولى عندما حل ثانيا بعد اليابان، فيما تأهل المنتخب العراقي بعد تصدره المجموعة الخامسة أمام الصين. ننتظر قرعة ستبوح بأسرارها بعد دقائق، وستكون مصدر فرح لمنتخبات ومصدر قلق لمنتخبات أخرى.